أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ببيت البركة مساء اليوم عدد من أصحاب السعادة السفراء، حيث أدى قسم اليمين سعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي سفيرا للسلطنة فوق العادة ومفوضا لدى اليابان. كما أدى أمام المقام السامي سعادة السفير أحمد بن سعيد بن عمر الكثيري قسم اليمين سفيرا للسلطنة فوق العادة والمفوض لدى جمهورية أوزبكستان. أدى أمام المقام السامي سعادة السفير يوسف بن أحمد بن حمد الجابري قسم اليمين سفيرا للسلطنة فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية النمسا. كما أدى أمام المقام السامي سعادة السفير سيف بن هلال بن علي المعمري قسم اليمين سفيرا للسلطنة فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. حضر مراسم أداء قسم اليمين معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.